ننتقل ان شاء الله للنقطه اللي بعد كده اسمها البادي كافيتيز. بادي يعني جسم، كافيتيز يعني تجاويف، بادي كافيتيز يعني تجاويف الجسم. ممكن الواحد يعني يقول ايه تجاويف الجسم ديت؟ لا، انا اقول لك مثلا زي ما احنا دخلنا في ثانوي ان شاء الله، البرين موجود جوه الجمجمه، المخ موجود جوه الجمجمه، ودوت بنسميه تجويف، تجويف اتحط فيه المخ. هنتكلم ان شاء الله عن البادي كافيتيز، هنقسمهم لنوعين، نوعين كبار. في تجاويف قدام، وفي تجاويف ورا. عندنا في فينترال بادي كافيتيز ودورسال بادي كافيتيز. دورسال بادي كافيتيز يعني تجاويف الجسم من قدام، وفي دورسال بادي كافيتيز يعني تجاويف الجسم من ورا. هنتكلم عن الدورسال، هما اتنين بس. الدورسال بادي كافيتيز تخيلوا لك كده ايه التجاويف اللي موجوده في الجسم من ورا، وما فيش غير اتنين. في اللي هو التجويف بتاع المخ بنسميه كرينيال كافيتي، دوت موجود فيه ايه؟ المخ، البرين. تاني تجويف اللي هو السباينال كافيتي، يعني التجويف الشوكي اللي هو ايه؟ اللي هو موجود بطول العمود الفقري، اللي هي التجويف الشوكي موجود بطول العمود الفقري، بيحتوي على السباينال كورد. يبقى تاني الدورسال بادي كافيتيز هما اتنين، في كرينيال كافيتي دوت بيحتوي على المخ، تاني حاجة اسمه السباينال كافيتي بيحتوي على السباينال كورد، التجويف الشوكي اللي هو بيحتوي على الحبل الشوكي. بعد ما خلصنا الدورسال بادي كافيتيز ننتقل للفنترال بادي كافيتيز، اللي هي التجاويف اللي موجودة في الجسم من قدام، ودول كتير شوية، هنحاول نبسطهم إن شاء الله. الفنترال بادي كافيتيز هنقسمهم لتقسيمتين تانيين، عندنا في جزء فوق وجزء تحت. الأبر ثوراسيك كافيتي ولور أبدومينو بلفيك كافيتي، محدش يتخض، كلها أسماء سهلة إن شاء الله. قلنا أبر يعني علوي ولور يعني سفلي، لما نقول أبر ثوراسيك كافيتي قلنا أبر يعني علوي، ثوراسيك يعني صدري. يبقى تاني أبر ثوراسيك كافيتي تجويف صدري بالأعلى، إنما لور أبدومينو بلفيك كافيتي يمكن مثلا إن شاء الله لور يعني جزء تحت، جزء سفلي، وكافيتي زي ما قلنا تجويف. يعني ايه بقى ابدومينو بيلفيك؟ ابدومينو بيلفيك دول كلمتين مع بعض، ابدومين وبلفس. ابدومين يعني البطن، بلفس يعني الحوض. يبقى تاني هنقسم الفنترال بادي كافيتيز لجزئين، جزء علوي ابر، جزء سفلي لور. الابر ثوراسيك كافيتي التجويف الصدري بالاعلى، تاني جزء لور ابدومينو بيلفيك كافيتي التجويف، تجويف البطن والحوض بس تحت. التجويف الصدري دوت بيحتوي على ايه؟ التجويف الصدري دوت بيحتوي على اثنين كافيتيز تانيين، واحد اسمه اللور كافيتي. باللور كافيتي مش لازم تترجم باللور كافيتي، لان مالهاش اي لازم انك تعرف ترجمتها يعني ايه. باللور كافيتي دوت بيحتوي على رئتين، ذا تو لانجز. يبقى تاني باللور كافيتي بيحتوي على ايه؟ تو لانجز اللي هما رئتين. التجويف الثاني الميديا سباينال كافيتي، ميديا سباينال برضه مش لازم تعرف يعني ايه، ترجمتها بالعربي مش هتفيدك. ميديا سباينال يعني حيزوم، حد يقدر يقول لي يعني حيزوم؟ محدش، مالهاش اي لازمه. ان انا اعرف مكان الميديا سباينال كافيتي دوت فين؟ في النص هنا. بيحتوي على ايه؟ الميديا سباينال كافيتي دوت بيحتوي على اول حاجه الهارت، الهارت هو القلب. تاني حاجه الجريت فيزت، يعني الاوعيه الضخمه زي ايه؟ زي الاورطه، وزي اللي هي الشرايين الرئويه. وبيحتوي برضه على اعصاب نيرفس، وبيحتوي على حاجه مهمه جدا في النص المريء اللي اسمها الاسوفيجاس. تاني الفنترال بادي كافيتيز قلنا هنقسمهم لابر ثوراسيك كافيتي ولور ابدومينو بلفيك كافيتي. الابر ثوراسيك كافيتي قلنا فيه جواه تجويفين، باللور كافيتي بيحتوي كونتين ذا تو لانجز، بيحتوي على الرئتين. الميدياسباينال كافيتي بيحتوي على ايه؟ على اربع حاجات، الهارت هو القلب، جريت فيزلز اللي هي الاوعيه الضخمه او الاوعيه الرئيسيه في الجسم زي الاورطه، نيرفس اعصاب، وسوفيجاس المريء. بعد ما خلصنا القبر الثوراسي كافيتي هنتكلم على اللور ابدومينو بيلفيك كافيتي اللي هو تجويف البطن وتجويف الحوض.
هنقسمهم برضه التجويف البطن والتجويف الحوض. تجويف البطن فوق ابر ابدومينال كافيتي، تجويف البطن اللي فوق ولور بلفيك كافيتي، تجويف الحوض من تحت. تخيلك كده الابدومينال كافيتي هيحتوي على ايه مثلا؟ هيحتوي اكيد على اعضاء الهضم، الدايجستيف اورجانز، الجهاز الهضمي، دايجستيف سيستم يعني الجهاز الهضمي، دايجستيف اورجانز يعني اعضاء الهضم. ممكن يحتوي على ايه تاني؟ تو كيدنيز، كيدني يعني ايه؟ يعني كليه، تو كيدنيز يعني كليتين. ويحتوي برضه على الطحال، الطحال اللي هو اسمه سبلين. تاني الابدومينال كافيتي بيحتوي ايه على بيحتوي على ايه؟ الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي والكليتين ده تو كيدنيز، والسبلين اللي هو الطحال. بعد كده ننتقل للبلفيك كافيتي. البلفيك كافيتي هيحتوي على ايه مثلا؟ ممكن يحتوي على اليورينري بلادر اللي هي النخاله البوليه، يحتوي على الجينيتال اورجانز اللي هي الاعضاء التناسليه. تاني قلنا هنقسم ايه التجاويف الجسم لجزء فنترال وجزء دورسال. دورسال قلنا هما الاثنين بس اللي ورا. الكرينيال كافيتي يحتوي على المخ، كونتين ذا برين اللي هو المخ. السباينال كافيتي اللي هو التجويف الشوكي بيحتوي على السباينال كورد ورا. من قدام قلنا الفنترال بادي كافيتس اللي هي تجاويف الجسم من قدام تحت، قلنا هنقسمهم لقسمين، جزء علوي ثوراسيك، جزء سطحي فوق، والجزء اللي هو بتاع البطن والحوض اللي تحت. قلنا الجزء اللي فوق بيحتوي على ايه؟ اللورال كافيتس، بيحتوي على الرئتين. اللورال كافيتس كونتين ذا تو لانجز، بيحتوي على رئتين. الميديا سباينال كافيتي دوت اللي هو بيحتوي على اربع حاجات زي ما قلنا، الهارت اللي هو القلب، جريت فيزنس الاوعيه الدمويه، نيرفس الاعصاب، وصوفي جاس المريء. بعد كده تجويف اللي هو البطن والحوض تحت، قلنا هنقسمهم تجويف البطن وتجويف الحوض. تجويف البطن هيحتوي على الدايجستيف اورجانس اعضاء الهضم، والكيدنيز، والطحال السبلين. الحوض قلنا هيحتوي مثلا على النخامة البولية اليورينري بلادر، يحتوي على الاعضاء التناسلية زي الجينيتال اورجانس. ننتقل ان شاء الله للنقطة اللي بعد كده وهي الماسكولار اكشن. ماسكولار اكشن يعني الحركات الناشئة عن انقباض العضلات. هنتكلم ان شاء الله الحركات ديت، هنتكلم عن كل حركة وعكسها. أول حركتين معانا اسمهم فليكشن واكستنشن. فليكشن يعني انثناء، واكستنشن يعني بسط. فليكشن يعني انثناء، أنا كده تنيت إيدي أهوت، اكستنشن يعني بسط، بسطتها أهو. أنواع الفليكشن واكستنشن مش أنواعهم يعني، مصطلحات بيدخلوا فيها فليكشن واكستنشن بس طرقهم بنفذهم إزاي على الجسم. ممكن أقول أنا مثلا هعمل فليكشن بس في الساجيتال بلين، قلنا الساجيتال بلين هو دوت. يعني اكل ايدي كده لو انا كده تنيتها في المستوى اللي هو السجل، انا كده فليكشن تنيت ايدي. ممكن ابسطها واقول ده اسمه اكستنشن. ممكن برضو نفس برضو اللي راسخ اللي هو القدم اللي هو الايه اللي هو ريست، ان انا اكل ايدي كده اقول عملت كده فليكشن، كده انثناء فليكشن، وكده اكستنشن كده بسطتها اهو. قلنا دوت فليكشن واكستنشن في الساجيتال بلين. طب لو انا جيت مثلا في مستوى الكورونال وحبيت اتني جسم كده، ده انا بسميه لاترال فليكشن. قلنا لاترال يعني بعيد عن خط النص، وانا ما تنيتش في النص اهو، فاكت لاترال فليكشن دوت خاص ان انا اما اجي اثني الجزء بتاع الجسم. لاترال فليكشن دوت اسمه لاترال فليكشن. تاني قلنا فليكشن يعني انثناء، لما اجي ابني ايدي كده اسمه فليكشن، او اجي ابني كفه ايدي برضه كده فليكشن، كده اكستنشن، كده اكستنشن. نفس اعصابي كده فليكشن، كده اكستنشن بسطتهم. نفس الحكايه بقى على القدمين. نفترض ان دي القدم رجلي، لو انا تنيتها لتحت دوت بسميه بلانتر فليكشن. لو انا تنيتها لتحت تاني اسمها بلانتر فليكشن. لو انا ابتديتها لفوق كده رجلي مش ايدي بسميها دورسي فليكشن. تاني قلنا فليكشن يعني انثناء، اكستنشن يعني بسط. لما اجي ابني ايدي في السجيتال بلين كده، ده كده اسمه انثناء فليكشن.
اما اجي ابسطها اسمه اكستنشن. لو جيت جزر الجسم وتانيته كده كورونال بليد اسمه لاترال فليكشن. قدمين بتوع رجلي لو تانيتها لتحت رجلي اسمه بلانتر فليكشن، لو تانيتها لفوق اسمه دورسي فليكشن. ننتقل للحركتين اللي بعد كده اسمه برونيشن وسوباينيشن. يعني ايه برونيشن ويعني ايه سوباينيشن؟ الحركتين دول خاصين بس بالحته دي. لما اجي اكل ايدي كده مفيش اي حركه في اي منطقه في الجسم تعرف تعمل الحركتين دول غير المنطقه دي اللي هي الفور ارم. بسمي المنطقه دي الفور ارم. ازاي برونيشن والسوباينيشن؟ هتلاقي مكتوب عندك برونيشن يعني لما اجي اكل ايدي لجوه، ميديال روتيشن يعني اكل ايدي اتجاه جوه ناحيه الجسم كده، وسوباينيشن يعني لاترال روتيشن اوف ذا فور ارم. اما اجي اتني الف ايدي لبره، مش اتني الف ايدي لبره كده. يبقى تاني برونيشن هتلاقي مكتوب عندك اما اجي الف ايدي لجوه، ميديال روتيشن اوف ذا فور ارم. سوباينيشن اما اجي اتنيها لبره، لاترال روتيشن. انا هسيبها عليك خالص. تخيل ايدك معموله كده وانت عايز مثلا تقول سبحان الله، تعمل هتلف ايدك كده، هنسمي الحركه دي سوباينيشن. احفظها كده، اما تيجي تعمل سوباينيشن اكنك بتقول سبحان الله، عشان الحركه دي يعني تفاوض فيها كتير جدا في الامتحان. يبقى اما تيجي تعمل كده اكنك بتقول سبحان الله اسمها سوباينيشن. اما تيجي تعمل برونيشن او تلفها لجوه يبقى اسمها برونيشن. ننتقل الحركتين اللي بعد كده ان شاء الله. حركتين عكس بعض زي ما قلنا، ابدكشن وابدكشن. يعني ايه ابدكشن ويعني ايه ابدكشن؟ ابدكشن يعني اما اجي ابعد عضو عن الجسم، عن نص الجسم. ويعني ايه ابدكشن؟ اما اجي اقرب عضو من منتصف الجسم. تاني ابدكشن يعني اما اجي ابعد عن خط المنتصف بتاع الجسم. ابدكشن ابدكشن اما اجي اقرب من المنتصف بتاع الجسم. تحفظهم ازاي ابدكشن وابدكشن؟ كلمه ابدكشن اي بي ابعد عن خط المنتصف بتاع الجسم. ابدكشن اد يعني ازود اقرب، اقرب من النص بتاع الجسم. تاني ابدكشن يعني ابعد عن منتصف الجسم. ابدكشن اقرب من منتصف الجسم. مثال على كده مثلا الصوابع، يعني هنعتبر ان ده في النص، الصابع اللي هو الصابع النص الوسط. اما اعمل الصابع يقول كده يبقى انا كده عملت ايه؟ ابدكشن، بعدتهم عن المنتصف، جيت قربتهم زي كده ابدكشن. تاني لو انا بعدت الصوابع عن الصابع الوسطى يبقى كده ابدكشن، لو جيت قربتهم يبقى كده ابدكشن. ننتقل للحركتين اللي بعد كده اسمه بروتراكشن وريتراكشن. بروتراكشن يعني مد، يعني ايه مد؟ يعني فورورد موفمنت، تحرك للامام. اما اجي احرك ايدي لقدام كده يبقى اسمها بروتراكشن، حركتهم لقدام فورورد موفمنت تساوي بروتراكشن. اما اجي ارجعهم لورا تراجع يعني ريتراكشن. باكورد موفمنت يعني حركه للورا. تاني بروتراكشن وريتراكشن، بروتراكشن مد للامام، ريتراكشن عكسها تراجع لورا. الحركتين اللي بعد كده اخر حركتين ان شاء الله، ميديال روتيشن ولاترال روتيشن. روتيشن يعني ايه؟ روتيشن يعني دوران. وقلنا ميديال يعني ناحيه خط المنتصف بتاع الجسم، ولاترال بعيد عن خط المنتصف بتاع الجسم. يعني ميديال روتيشن لما اجي الف اي عضو من جسمي ناحيه المنتصف بتاع الجسم. لاترال روتيشن اما اجي الف العضو بعيد عن منتصف الجسم. ازاي؟ مثال على دراعي اهو. ولو انا عملت كده كده ميديال روتيشن، انا لفيته لجوه كده ميديال روتيشن. لو انا لفيته بقى لبره بعيد عن المنتصف بتاع الجسم اهو كده، ده بسميها لاترال روتيشن. يبقى تاني ميديال روتيشن لما اجي الف ناحيه جوه ناحيه خط منتصف الجسم، لاترال روتيشن بعيد عن خط منتصف الجسم. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا اهم جزء اللي يقدر يساعدك ان شاء الله انك تفهم الاناتومي يعني ايه، وتقدر تذاكره وتستفيد منه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.